هاد الفيديو اللي شفتو دابا كيمثل فريمون واحد من دوك الاو ديال الكريبتو فكي تتشوفو السوق في البير ماركت ملي كيطرو بزاف ديال لي زيفينمون نيجاتيف كتلقى الناس الجداد اللي ما عندهمش الخبره كيبداو يغوتو كيبانيكيو كاين اللي كيبيع فيهم بالخساره الى اخره ولكن الناس القدام اللي, اللي تلقاو مدوزين مينيموم واحد ثلاثه ديال البير ماركتات هما كاع ما مسوقين هاد الاخبار النيجاتيف كامله اللي كتر ما كتاثر فيهم فهذه هي الحاله اللي خصنا نوصلوا لها الاخوات والاخوان اللي هما يلا دخلوا لهذا السوق هذا فخصكم تعرفوا بان هذا السوق كيأثر على جوج ديال الناس الناس اللي هما كيدخلوا بلي ديالو اللي مازال مرتبطين بالعملات ديالو او بالفلوس ديالهم اللي كيدخلوهم لهذا السوق يعني عندهم واحد الارتباط عاطفي ليهم وثاني حاجه الناس اللي هما فريمون باغين الربح السريع هادو كياكلوا كي ديما نحسه اليوم سيدنا لكم اهم اخبار عالم الكريبتو أهم العناوين ديال النشر النشره هذه غادي نشوفو التورنادو كاش العمله ديالو اشترى لها بعد ما دي ليستاتو الباينانس غادي نشوفوا كذلك السي جديد ديال دي الباينانس مع من نتلاقى غادي نضربوا طلع على ريشار دار نشوفوا اش كيقولوا كي عليه الناس في تويتر واش مطلعين عليه ولا لا غادي نهضروا كذلك على ديك العمله ديال ميم لاند ديال الفارمينغ ديالها غادي نشوفوا واش مازال الفارمينغ محلول او لا لا غادي نهضروا كذلك على موضوع ديال ماسا لابس بزاف ديال الاخوات والاخوان قال لك اودي اش غادي نديروا دابا واش غنجيتي واحد لادريس جديده على قبل كي واي سي اتسيتيرا اليوم جبت لكم اهم الاخبار اللي غادي نطرقوا عليها اليوم بسرعه ولكن كيف ديما بعد هذا الفاصل خوتي وخواتاتي السلام عليكم معكم يونس من كريبتو بالدارجه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده اليوم غتكون واحد النشره الصباحيه غادي يكونوا فيها اهم الاخبار اللي آه حاليا فاول حاجه بغي نشكر جميع الاخوات والاخوان اللي كيتفرجوا في هذه القناه هذه وكيتبعونا وكيديروا لنا تعليقات ساتره شكرا فريمون من القلب الناس اللي كيشوفوني لاول مره تنقول لكم مرحبا بكم وكنتمنى ان المحتوى هذا يعجبكم وانكم تستمتعوا وتستافدوا منه اللي عنده شي سؤال ليا في التعليق ولا يتواصل معايا على الخاص جميع الروابط الحقيقية السوشيال ميديا ديالي غتلقاوها تحت كل فيديو في خانة الوصف وكيف ديما على بركة الله وبسم الله نبداو النشرة المسائية ديال اليوم سوق الكريبتو حاليا عندنا 11 ديال الصباح الثمن ديال البيتكوين فهو 37365 مازال في بلاصته مازال كيرانجي ما كاينش شي اخبار جديده اللي غادي نقدر نقولها ابر ان من بعد ما خرجت هذيك دي دي الهضره ديال باينانس بانهم راه داك السي او ديال باينانس راه هو اعتزل اكسترا فبدينا كنسمعوا بزاف ديال الاخبار بوزيتيف ان بزاف ديال المسؤولين ديال دوك الشركات اللي دفعوا طلب الاس اي سي ديال البيتكوين سبوت اي تي اف بداو كيتقل تي يعني بداو تيتلاقاو مع الاس اي سي اكسترا بعد ما أم... المهم باش يعني القضيه باينه الفيلم راه هو باين كيف قلت لكم اخر مره في اخر نشره الى بغيتو نهضروا في هذا الموضوع هذا ونشرحوا هاد اللعبه هادي ديال السوق كيفاش تدارت من شحال هذه فاكتبوا لي في التعليق وقولوا لنا درنا شي لايف وطاقيو لينا الاخ جاد فاول حاجه نمشيو للخبر الاولى اللي عندها علاقه بالتورنادو كاش تورنادو كاش كي تعرفوا هذا الميكسر هذا في الدي ليستا من الباينانس والثمن ديال هذه العمله هذه طاحت ب 45% بطبيعه الحال تورنادو كاش فهو من ذوك الميكسرز اللي هما مغضوب عليهم كي تعرفوا الباينانس دابا غادي تحني الراس واي حاجه قالت لها امريكان ما ديريهاش فهي ما غادي ديرهاش فهاد القضيه هادي غيبقاو حانين الراس تقريبا شي خمس سنين غادي يكونوا غادي يلصقوا لهم واحد من الدوله غيبقى تما لاصق لهم في عظامهم وغادي يعرفوا جميع لي ترونزاكسيون اللي داروا في الماضي في الباينانس اتسيتيرا اتسيتيرا هذا موضوع طويل ما غاديش نهضروا عليه المهم تورنادو كاش طاح ب 45% حيت دي دي الباينانس ابروبو الباينانس الباينانس الجديد ديال 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 هاد المنصه هادي فهو قال لك تلاقى مع خبيب وكذلك مع رونالدو واش غادي يديروا ماشي رونالدو ديال البرتغال رونالدو ديال البرازيل القديم فهم تيظنوا الناس بانه غادي يدير واحد الـ واحد البارتنيريا معاهم باش يديروا الاشهار مشي وسيدنا الخبر ثاني اللي عنده علاقه بالكوسموس الكوسموس فاوندر ديسايدز تو فور كوسموس هاب ان بروتست اجينست اتومز ريديوست برودكشن الناس اللي هما متبعين كوسموس راه غيعرفوا هذه القضيه دي فما كان واحد البروبوزال باش ينقصوا من النسبه المئويه اللي كتجي ديال ال ديال الريوردز فباش يحيدوا يعني ينقصوا من الانفلوسيون ديال العمله ديال الاتوم وفي حد ذاتها شي حاجه بوزيتيف ولكن كيف تتعرفوا مني بزاف ديال الناس كيكونوا مولفين واحد النسبه ديال المهم 14% 15% صا ريبون وما شحال كتجيهم باش تنقصها لهم ما بين ليله وضحى بزاف ديال الناس ما غاديش يكونوا متشاتقين يعني بزاف ديال فاليدير ديال فاليداتورز ما غاديش يكونوا متفقين لانهم مولفين هذه القضيه هذه بطبيعه الحال الى نقص هذا الطو ديال ديال الانتري يعني النسبه ديال الريواس اللي غادي تجي الناس غادي تنقص فراه يعني لافلاسيون ديال 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 هذه العمله هذه غتنقص اللي بحد ذاته شي حاجه بوزيتيف ولكن نايدا فريمون مزيان في ليكو سيستيم ديال ديال الأطوم فكي تشوفوا دابا مول الاطوم قال لك غادي يدير واحد الفورك جديد الك الكوسموس فاوندر هاز اكسبريس هيز ديسنت اجينست ذا اتوم برودكشن ريدكشن with which despite his opposition was successfully يعني واخا هو كان رافض هاد القضيه دي فالناس فوتو بيس ان ريسبونس هاز كوان هاز انونسد بلانز تو فورك كوسموس هاب 4 اند فيلين ا نيو نتورك نيمد اتوم 1 فنشوف هاد البلان هذا ديالو واش غادي يدوزو فريمون او لا المهم اتوم بروجيو مزيان

Million Dollar, it's a Daytona, the Rolex Daytona million dollar Bulgari Serpenti set here. The Belgian, the flawless jewelry looks like. Check it out. Here you go. Million Dollar. المهم قال لك هو مش شاري جوج مليون ديال الدولار لابسهم ديال لي زاكسيسوار بلوس جالس هو في في الرويس رويس المهم هذا الفيديو هذا كان قديم ولكن ريتشارد هاد من بعد ما دعاتو الاس اي سي وخرج عليه بزاف فهو بان لي ينقص من هذا الشيء ديال 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 هذا الفيديوهات ديال ديال, ديال, ديال ديال الوش الانستغرام ديالو فهو ردو بريفي باش نكون واضحين فانا يلا تشاكيتو ولكن مشكلة ان الـ يعني البولشين شين فهي من نهار بدات تناقص 76% الهيكس تا هي 77% وهاد هاد الخينة هذا فقال لهم ريتشارد هارد فهو شوين اول هيكس كنز ذا لايف دي ويل بي ايبل تو افورد افتر دي كاش هيكس دي ستيكت فور 9.5 ييرز الناس اللي هما شاري الهاكس راه عارفين كاين هذاك ستيكينغ بلاتفورم ديالهم فكاين اللي مستيك هذوك دي العملات ديالو تقريبا تسع سنين عشر سنين اتسيتيرا قد ما دوزت يعني كانت المده طويله الى اخره وحاليا هو قاعد تيبين لهم زعما الحياه اللي غادي اللي كانت غادي تكون عندهم كون ما كون ما استيكاوش هاد تسع سنين يعني من بعد تسع سنين هو تيقول بان ريشارد غادي يمشي للحبس اتسيترا المهم حنا غادي نشوف المستقبل ديال ريشارد كي غادي يكون لا هو لا جاستن سان بعد ما سيزي حنا الراس نمشيو سيدنا الواحد التذكير بالنسبه للمشروع ديال الزيتا تشاين فكنت بارطاجيتها معكم في تويتر نهار 25 نوفمبر كانوا جميع لي بروجي ديال ايكوسيستم ديال الزيتا كانوا بوستاو نفس البوست قال لك تسناو لو 27 نوفمبر يعني اليوم غادي يكون واحد Exciting نيوز اش هاد هذا حاليا باقي ما خرج والو داكشي علاش ماقدرش نقول لكم اش كاين المهم كلشي يتسنى كاع اللي خدم الزيت هادشي انا تسيطر يعصر على هاد البروجي هذا ونشوفوا اليوم اش من نيوز غادي يخرجوا انا تنقول تقريبا شي 60 ولا 70% غادي تكون عندها علاقه بالماين ما عليناش نمشيو لسيدنا الخبر الثاني اللي عنده علاقه بالميم لاند فالفارمينغ ديال الباينانس فهو سال البارح كنت بوستيتها في الانستغرام كانوا بزاف ديال الاخوات والاخوان سولوني المهم بالنسبه للفارمينغ ديال 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 تيقولوا ديال في الباينانس فهو سال البارح هذا من الفريق وقال لك الباينانس ميم فارمينغ از officially اوفر I bet good news about meme land farming from X activities is coming in the close weeks. ستي تيونت فهذا راه واحد من دوك الفريق ديالهم فكوميونيتي ارتيست اتسيتيرا 34 ما عليناش فهاد القضيه هادي بان ليا المهم عاوتاني يعني قال لك تسناو شي ويكس ولا شنو حاجه واحدة نقدر نقول لكم بان السيت ديال ميم باش نوري لكم فهو راه مازال محلول مازال تقدر تكونيكتي الاكس ديالك وفهمتي يعني تقدر تكونيكتي التويتر ديالك وتمشي تبدا تفارمي فالمهم غيبداو يجبدوا لنا هاد القضيه اللي المهم حنا ما, ما خاسرين والو كيف قلت هاد بزاف ديال الاخوات والاخوان البارح في, الانستغرام اللي تواصلوا معايا في الخاص حنا ما خاسرين والو كتكونيكتي التويتر ديالك وكتكونيكتي الوراثة ديالك تدير ديتاش اللي هما ساهلين وغادي نشوفوا اش غادي يعطيونا في الادروب واش غادي يعطيونا شي كميه مزيانه ولا لا اي حاجه جات من عندهم اللي غادي تفوت الثمن ديال الفيز ديال الايثيريوم فهو ربح باش نكونوا واضحين بنادم ما يتسناش انه غادي غادي يجيو اموال كبيره وكبيره بزاف ماشي وسند الموضوع ديال اربيتروم اخر اسبوع ديال هذا الاوديسي غادي يسالي ماشي اليوم نورمالمون كيسالي ديما اثنين زادوا يومين على قبل هذا التاسك هذا اللي كاين ديال هذا هذا انتيغوريتيك ديسكورس فهادش التاسك هذا عنده علاقه بالفوركس فهو تدخل الى تدخل ودير واحد ترونزاكسيون يعني تدخل تدخل في دولار الى تدخل يكون عندك ومن بعد كتكلوزي هذيك البوزيسيون كتجي وكتاخد آه كتفاليدي هذا وكتاخد هذا القرض هذا ديال ان اف تي حيت السبت والحد البورصه ما كتكونش خدامه زادوا يومين يعني هذا 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 الاسبوع هذا غادي تسالي لو 30 نوفمبر يعني ما بقاش بزاف بالنسبه للناس اللي هما بغاو يكملوا هاد لوديسي هادي التاسك الاولى فهي غير كتسوابي شي حاجه في في السوشي سوابي الا ما خفت نكذب اه في السوشي سواب كتقدر تسوابي اي حاجه الله يجازيكم بخير ما تسوابيوش الايثيريوم بالوراب ايثيريوم هذا ما كيتسماش سواب كيتسماو بوراب عندنا شي حاجه مثلا مثلا الدولار تحولوا للايثيريوم او الإيثيريوم اليو اس دي سي او شي لعبه بحال هكا ما مت ما مت تحولش مثلا الايثيريوم ولا ورابت ايثيريوم لا بريبار ما تقبلش اليوم هذه القضيه هذه اللي تيقول لك هذا ماشي سواب فبالنسبه للناس اللي بغاو يكملوا هذه القضيه هذه يمشيو دي يديروها باش ياخذوا هذا القرض هذا القرض هذا بان لي اخر مره كيتباع كي ب 10 دولار ولا شنو المهم فداك التونفو من الاحسن سيرو ديروا هاد الصفقه هذه غادي تمشي وغادي ديروا بوزيسيون ملي غادي تكلوزيوها غادي يعطيوك تختاروا ما غاديش يردوا لكم فلوس بالايثيريوم غادي يردوا لكم الفلوس بشي عمله من هاد العملات ديالهم هما ولكن تيبان لي السواب راه غادي يكون فابور المهم ديروها باش تاخذوا هذاك القرض ماشي سيدنا سيادنا الاخبار ديال جي بي مورغان تيقول لك بان الاس اي سي تو ابروف ملتيبل سبوت بيتكوين اي تي اف بيفور جانوري 10 20 24 فاحنا نشوفوا هذه الاخبار هذو واش صحيحه او لا نمشيو كذلك بالنسبه لهذا الموضوع ديال ميمي اللي هضرنا فيها بالنسبه للماسه لابس غيكون هو اخر موضوع فكي تشوفوا الناس اللي تكونيكتاو في الداشبورد كيطلع لهم هذه الواجهه هذه يعني وتقول لهم اودي اجوتي شي حاجه كيكونوا هنايا جوج ديال جوج ديال لي زادريس جوج ديال, ديال الجمل وحده الكي واي سي داز نوت ابلاي ان يور كيس واحد الجمله اخرى مابقيتش عاقل عليها بزاف ديال الاخوات والاخوان قال لك اودي كي غادي نديروا الكي واي سي ولا شي حاجه بالنسبه للكي واي سي حاليا الكي غادي دار غير صحاب النودز اللي داروا النود وكذلك لي زومباسادور هذا الشيء اوفيسيال شي حاجه اخرى ما كيناش. في الاول كلشي كان تيقول بان الكي غادي دار للناس كاملين حتى الناس اللي شاركوا الكويست دابا تيقولوا هما غير صحاب النودز وصحاب النودز كان معروفه شحال هذه ولي زومباسادور الناس اللي داروا الكويست ما انا كنظن والله اعلم بان الناس اللي داروا الكويس ما غاديش يحتاجوا يديروا الكي واي سي بالنسبه لهاد القضيه هادي ديال واش ناجوتي ولا ادريس ولا لا هما قال لك اودي مستحب يعني ماشي ضروري تيهضروا على الناس اللي داروا النوتس لان النوتس كدير الواليت ديالك كتاكسبوزي الفريزز ديال الواليت ديالك كتسيطر يقدر شي واحد ي... ترى شي لعبه شي مشكل ويعرف شي واحد الفريزز ديالك داك الشيء اللي هما تيقول لك اودي باش تاكد وما تحيد يعني داك الشك فدير شي والات جديده اللي انت تكون الفريزز ديالها ما استعملتيهمش اتسيتيرا بالنسبه للناس العاديه اللي, اللي داروا الكوس بحالي وبحالكم فانا درت واحد القضيه مشيت للبير باي وكرييت هنايا الفوق كتكليكي على هنايا وكدير اد اكونت وكتاجوتي اكونت وهذيك الأجو... وهذيك الاكونت اللي اجوتيته هنايا هذا كوبيتو ودرت هنايا و <أتصفح> وسابميت وسالينا شي حاجه اخرى ما درتهاش كاين شي شي لعبات يعني ماشي ضروري ديرها ولكن انا تنقول ما خاسرين والو ديروها باش يطلع لكم حتى نتوما هاد داز نوت بلاي ان يور كيس والسلام صافي هذا ما كاين وقال لك هاد المده هادي ديال هاد الساب ديال دي 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 المين ادريس غادي تبقى حتى ل 6 ديسمبر عاد من تما عاد غادي نشوفوا هاد الناس هادو واش غادي تلقوا لينا السخون تا هما اولا لا فحالياً في سوق الكريبتو جميع البروجيات كل شيء تيقول لك تي بي اي تي بي اي يعني تو بي انونست فما كتسولهم وين ما ماينا يقول لك تي بي اي تي بي اي تي بي اي طيبونا بان تي بي اي دا. ولكن ما بقاش قد اللي فات حنا دابا 27 نوفمبر علينا شهر 3 ايام ويسالي العام ومن تما شي بروجيات خصهم يعريو على الطاجين ديالهم فكانت كانتش هذه النشره المسائيه ماشي المسائيه النشره النهاريه ديال اليوم كنتمنى انها عجبتكم وانكم استمتعتوا واستفدتوا منها ما تقبلش اللي عنده شي سؤال يكتبوا لي في التعليق يتواصل معايا كذلك على الخاص اللي بغى يشري شي لاتجر من المغرب فاللاست كول دابا يعني ما بقاش الوقت بزاف باش توصل ان شاء الله قبل ما يبدا العام الجديد للمغرب الناس اللي مهتمين يتواصلوا معايا ديريكت على الخاص فكنضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله كنقول لكم السلام عليكم والله المعين